بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح اليوم طريقة توصيل التيار الكهربائي في سلك الإنترنت بفكرة تعرض لأول مرة من خلال قطعة البي يو اي الخاصة بشركة تيبلينك. تعالوا نشوف طريقة العمل وتنفيذ الفكرة. من خلال شرح اليوم هنحل مشاكل كثيرة لفني كاميرات المراقبة والأنظمة الأمنية ولكل من يعمل في هذا المجال من قريب أو بعيد. هنتكلم النهارده يا شباب عن موضوع جميل جدا جدا وهو توصيل التيار الكهربائي في سلك الإنترنت. بس الفكرة النهارده هنشوفها بطريقة جميلة وطريقة ظريفة وغير مكلفة. فكرة هتكلفنا في حدود 25 جنيه تقريبا. هيكون معانا بطل الشرح النهارده يا شباب وهي قطعة البي يو اي الخاصة بشركة تيبلينك. يمكن عارفين القطعة دي وشفناها في فيديوهات ماضية على المدونة وعلى القناة. القطعة في حدود 10 جنيه تقريبا، ممكن تشتريها من محلات الكمبيوتر او محلات طبعا بيع كاميرات المراقبة والأنظمة الأمنية. طبعا القطعة موجودة بأشكال تانية يا شباب وطبعا أسماء ماركات تانية، ممكن تشتريها طبعا لو القطعة التيبلينك دي مش موجودة. قطعة التيبلينك دي يا شباب كانت موجودة في الأكسسات 701 وال501 الإصدارات القديمة، وكانت بتيجي مع الأكسس هدية وموجودة في بعض الأكسسات وممكن تيجي في بعض الأكسسات أو قطع الوايرلس. القطع طبعا في حدود 10 جنيه تقريبا او 15 جنيه على حسب المكان اللي انت هتشتري منه. من خلال القطعه دي يا شباب هنقدر نشغل الاكسس 6000 او 5000 او اي اكسس من اي شركه طبعا زي تيبلينك وروبتك واللي بيلينك. تاني حاجه تقدر تشغل رواتر الشركات او رواتر الانترنت، اي راوتر موجود معاك من الخليج او اي راوتر موجود في مصر، واهم شيء يكون باور القطعه الاصلي معاك. تالت حاجة تقدر تشغل اجهزة يبوكوت النانو ستيشن ام 5 والام 2 والروكيت والباور بيم 400 وال 620 وال 500، اي جهاز من شركة يبوكوتي. رابع حاجة تقدر تشغل اجهزة مايكروتيك الراوتر بورد يا شباب بجميع اصداراته من خلال طبعا الفكرة. طبعا هنشوف تنفيذ الفكرة وهنشتري ايه علشان طبعا الفكرة تكون شغالة معاك كويس بدون اي مشاكل، والشرح امام الجميع. والفترة الاخيرة اتجهنا للشروحات الغير مكلفة، الشروحات اللي تقدر تنفذها وانت في البيت وانت في شركة وانت في المصنع. والافكار البسيطة ده يا شباب هتغنيك عن ان تشتري اجهزة بنفس المواصفات ونفس الافكار وممكن تنفذها وانت في البيت بكل بساطة بدون تكلفة. اول حاجة هشتري القطعتين الخاصة بشركة تيبلينك يا شباب او اي قطعة تانية بتأدي نفس الغرض. تاني شيء يا شباب هشتري سلك باور. سلك الباور كلنا عارفينه طبعا، السلك بتاع الباور نفسه يا شباب في حدود 3 جنيه او 2 جنيه ونص، هتشتريه من محلات كاميرات المراقبة او ممكن محلات الكمبيوتر. السلك ده بيتباع بتكون فردة واحدة بس يا شباب، طبعا هتجيب لك فردتين يكونوا الاثنين معاك ذكر، تمام؟ زي ما احنا شايفين كده. هتجيب سلكين يا شباب او فرده واحده بيكون فيها الطرفين ذكر زي ما احنا شايفين كده يا شباب. طيب لو مش عارف تشتري السلك ده فممكن تعمل ايه؟ ممكن تجيب باورين يا شباب، تقطع السلكين بتاعهم وتبدا ان انت توصلهم ببعض، الارض مع الارضي والكهرباء مع الكهرباء. الموضوع بسيط، ويمكن عندنا باورات محروقه كتيره، او ممكن تشتري السلك جاهز طبعا وهتلاقيه عند بتوع اكسسوارات العربيات يا شباب وهتلاقيه عند الكهربائيه. اول حاجه الفكره بسيطه جدا جدا من خلال القطعتين وهنشوف الفكره مع بعض. هنبدا نجيب الباور بتاعنا شباب وهنبدا نركب الباور بتاعنا الاول في الكهرباء. الفكره دي تقدر تشغل عليها اجهزه طبعا وتقدر تشغل عليها حاجات كتيره جدا جدا اللي انت محتاجها، وتقدر تنفذ الفكره يا شباب وتمرر التيار الكهربائي في سلك الانترنت في مسافات تصل الى 30 او 50 متر، وده كله بيرجع على حسب كفاءه سلك الانترنت وعلى حسب النحاس الداخلي في السلك وعلى حسب الباور نفسه يا شباب. فيفضل ان انت تشتغل بالباورات العاليه اللي هي 12 فولت على 1 امبير، 12 فولت على 2 امبير مثلا، 24 على 1 امبير، 24 على 2 امبير. فكره زياده الامبير وزياده الفولت في الباور يا شباب لو حضرتك هتفرد مسافات بعيده يعني مثلا 30 40 50 متر، فيفضل ان انت ترفع في الامبير في الباور علشان يوصل الجهد في الطرف الثاني، علشان تقدر تشغل الاجهزه وتقدر طبعا توصل الجهد مظبوط للراوتر او الاكسس او قطعه النانو ستيشن الام 5 بتاعتك. تعالوا نشوف الفكره وتنفيذ الفكره يا شباب. هنبدا نركب طبعا الباور بتاعنا في المشترك كده، واول قطعه هتكون معايا طبعا هبدا طبعا ادخل السلك بتاعي في فتحه الباور اللي موجوده معايا، طبعا مكتوب عليها دي سي زي ما احنا شايفين كده يا شباب. هنفذ بعد كده هجيب معايا سلك الانترنت بتاعي، وليكن مثلا السلك ده طوله مثلا 30 متر او مثلا 40 متر على حسب ما انت عاوز، اي حته سلك صغيره كده هنبدا نجرب بها. اول حاجه طبعا هبدا اركب السلك بتاعي في فتحه البي يو اي اللي موجوده معايا ده يا شباب. كده الفكره واصله للجميع، الموضوع سهل والطريقه سهله، تمام؟ طيب بعد كده بجيب الوصله بتاعتي دي يا شباب اللي احنا شايفينها، قلنا في الطرفين هيكونوا زي ما احنا شايفين كده يا شباب ذكر، تمام؟ طيب انا حاليا ما عرفتش اشتري الوصله ديت من اي محل، جبت معايا باورين محروقين وبدات ان انا اقطع الاسلاك بتاعتهم يا شباب، وزي ما انتم شايفين بدات ان انا اوصلها والحمها مع بعض، تمام؟ ببدا طبعا اشد السلك بتاعي المسافه اللي انا عاوزها 30 متر 10 متر 15 متر، وبجيب قطعه البي او اي الثانيه ببدا اركبها فين يا شباب؟ في نفس البي او اي طبعا رقم 2 اهي زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا ركبت البي او اي في رقم 1 اهو زي ما احنا شايفين اهوت،
والبي او اي في رقم 2. بعد كده يا عم احمد هعمل ايه؟ هجيب السلك بتاعي يا شباب، السلك بتاعي اللي انا عملته وجهزته هبدا اجيبه فين؟ في طبعا الباور اللي موجود معايا هنا، وهبدا اجيب الطرف الثاني فين؟ هبدا اجيب الطرف الثاني في طبعا الاكسس ال جي بتاعي زي ما انتم شايفين. بدا ايه اللي يحصل معايا؟ بدا الاكسس ينور والموضوع جميل وسهل جدا جدا زي ما احنا شايفين الاضاءه بتاعه الاكسس يا شباب. تمام، ده اول حاجه بدات ان انا اشغلها. تمام، تاني تجربه معايا وهي الراوتر اللي موجود معايا، طبعا راوتر من شركه اورنج. هنبدا ان طبعا اهو بدا الراوتر ينور معايا جميع الانوار بتاعتي، بدا الراوتر ينور معايا شباب زي ما انتم شايفين اهو. ممكن اقفل تاني اهو وابدا انور تاني اهو. طبعا الراوتر اشتغل كويس جدا جدا بنفس الفكره ونفس التوصيل. تمام، زي ما انتم عارفين يا شباب ان النانو ستيشن طبعا بيدخل له الكهرباء واللان في فتحه واحده، وهي الفتحه الاولى اللي هي فتحه المين. طبعا ديت في الحاله ده يا شباب ببدا اعمل ايه؟ ببدا طبعا افصل السلك بتاعي اهو، وببدا اجي ايه؟ ببدا ادخل السلك مباشر زي ما انتم شايفين اهو. بدأ طبعا النانو يشتغل والفكرة بسيطة. بعض أجهزة يوبوكويت يا شباب بيكون لها بعض الفتحات الخاصة بالرواتر أو الأكسسات زي ما أنتم شايفين، مش كل أجهزة يوبوكويت بيدخل لها التيار الكهربائي من فتحة اللان يا شباب، يعني ممكن في بعض الأجهزة بيدخل لها طبعا التيار الكهربائي من طبعا الباور، فتحة الباور اللي كلنا عارفينها في الرواتر والأكسسات والسويتشات وكل شيء. تمام، تعالوا نجرب الفكرة في مايكروتك يا شباب أهو، تعالوا نشوف الفكرة في شركة مايكروتك. نبدأ ندخل البي أو إي بتاعنا هنا، ونبدأ نجيب الراوتر بورد بتاعنا زي ما أنتم شايفين أهوت، ونبدا نجرب مع بعض زي ما انتم شايفين. الراوتر بورد نور والفكره جميله جدا جدا واضحه امام الجميع اهو. تمام، طيب كده الموضوع سهل والناس عرفت الفكره وازاي بنشتغل عليها. تمام، طيب اول حاجه يا شباب في القطعه الاولى، لو حضرتك طبعا عاوز توصل تيار كهربائي في القطعه الاولى فلازم توصل معاه انترنت، لان طبعا الطرف الثاني هيوصل له انترنت. معانا سلك الانترنت اللي هو باللون الاصفر ده يا شباب، بتبدا تجيبه في طبعا اللان، وبتبدا ان انت تجيب سلك لان ثاني يا شباب عادي اهو في اللان هنا مثلا، وبتيجي مثلا في البورت رقم 1 في البورت رقم 2 على حسب ما انت عاوز توصل والموضوع بسيط. يبقى في القطعه الاولى بدخل مثلا السلك الباور الاصلي بتاعي، وبعد كده بجيب اللان اللي هو جاي الانترنت من الراوتر، وبعد كده زي ما انتم شايفين طريقه توصيل الوصله، الوصله بسيطه بتجيبهم اثنين ذكر مع بعض، وبتبدا توصل الطرف الاول مثلا في القطعه هنا، وتاخد الطرف الثاني على الراوتر بورد. وعندنا هنا السلك طبعا اللي هو جايب من القطعه الاولى زي ما شرحنا، وده السلك رقم 2 اللي هو اللان اللي هو واصل فيه الانترنت علشان تشغل الراوتر بتاعك او تشغل الاكسس بتاعك. لو انا حابب انفذ الفكره على الاكسس ال جي مثلا، بجيب اهوت التيار الكهربائي اول حاجه اهو. تمام، بدات اوصل التيار الكهربائي بتاعي، ده سلك الانترنت يا شباب اهو، ببدا اجيب سلك الانترنت بتاعي هنا اهوت في البورت بتاعي، وابدا اشتغل عادي جدا جدا. بتبدا ان انت تشتغل وتوصل الفكره من خلال قطعتين البي او اي دي، هتحل معاك المشكله. طبعا احنا شرحنا شروحات كتيره في توصيل التيار الكهربائي من خلال سلك الانترنت، ويمكن في بعض الشروحات قطعنا بعض الاسلاك ووصلنا طبعا الباور في الطرف الاول وسلك الباور في الطرف الثاني، بس دي افضل طريقه حاليا بدون ان انت تقطع الاسلاك وبدون تبهدل الدنيا وبدون ان يحصل معاك مشاكل في الاسلاك. طبعا بنقول يا شباب كل ما يكون السلك معاك كبير كل ما حضرتك لازم ترفع في جهد الباور والامبير بتاع الباور. نتكلم يا شباب عن موضوع مهم جدا جدا لنجاح الفكره والعمليه بدون اي مشاكل او ضرر على الجهاز، الاكسس او الراوتر او قطع يوبيكويتي او مايكروتك. وكل منتج او جهاز يا شباب بيشتغل على فولت معين وامبير علشان ما يحصلش اي ضرر للجهاز، ويقدر يشتغل الجهاز بالكفاءه بتاعته لو حضرتك بتشتغل باجهزه الوايرلس او حضرتك طبعا بتشتغل باي منتج تاني. يعني موجود في الاسواق باورات كتيره جدا جدا بانواع مختلفه في الفولت او الامبير، وده طبعا معانا باور حاليا وهو طبعا 5 فولت يا شباب على 2 امبير. طبعا الفولت بتاعه قليل يا شباب بس الامبير بتاعه عالي جدا جدا. وهنشوف بعض الباورات التانية يا شباب، ده باور 12 فولت على 1 امبير، ده باورات اوريجينال، باورات جميلة جدا جدا. وعاوز حضرتك تتأكد من العامل الرئيسي يا شباب وهي كفاءة سلك الانترنت. طبعا سلك الانترنت اللي موجود معانا ده طبعا سلك اسمه SFTP، وطبعا سلك قوي جدا جدا وسلك من الاسلاك الجميله اللي تقدر تشتغل عليها وانت مطمن. وقلنا كفاءه سلك الانترنت يا شباب هي العامل الرئيسي في توصيل طبعا التيار الكهربائي بدون اي مشاكل، او داتا الانترنت يا شباب او معدل نقل البيانات، لان حضرتك في نفس الوقت بتنقل تيار كهربائي مع انترنت، فلازم تشتغل باسلاك انترنت كويسه ومعتمده يا شباب في الموضوع ده، لان حضرتك حاليا بتمشي تيار كهربائي في السلك وممكن طبعا يحصل اي مشاكل او اي تلميس للسلك. يا ريت تكونوا استفدتم من الشرح والمعلومه. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.